صدرت معايير شرعية من المجلس الشرعي التابع للهيئة المحاسبية قام عليها نخبة من العلماء. يرأس هذا المجلس أحد كبار علماء باكستان ممن له باع طويل في هذا المجال، هو فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهذه كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صاحب السمو الأمير فيصل، أمير محمد بن فيصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، معالي الدكتور السيد محمد بن عبد الله الجذعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية، معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة والسماحة أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقع أني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما جمعنا في هذه البقعة المباركة التي انبثقت منها أشعة النور الإلهي والهداية الربانية، فتنورت بها آفاق الأرض في مشارقها ومغاربها. وأتقدم في هذه المناسبة بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود لموافقتهما الكريمة ولرعايتهما السامية لهذا المؤتمر التاريخي المرموق الذي نفتتحها هذه الليلة رسميا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكلله بالنجاح والتوفيق. وإنما قلت إن هذا المؤتمر تاريخي لأنه أول مؤتمر فيما أعلم للصناعة المالية الإسلامية يعقد في المدينة المنورة التي هي أجدر بقاع الأرض لرفع لواء الاقتصاد الإسلامي. والفضل يرجع إلى صاحب السمو الملكي فيصل ابن سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله تعالى ورعاه لدعمه المتواصل لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فجزاه الله تعالى خيرا. وإنما قلت إنه مؤتمر مرموق لأنه أول مؤتمر فيما أعلم يعقد للتقويم تجربة المؤسسات المالية الإسلامية التي مضى على عملها 4 عقود. وإن الصناعة المالية الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى قد ارتقت وقد قطعت شوطا كبيرا في مجالس الماليات، مجال السوق الإسلامية، ولكن بعد هذه 4 عقود لا بد من أن نقوم هذه التجربة. وقبل أن نتقدم للإمام لا بد أن ننظر إلى ما وراءنا من إيجابيات وسلبيات لهذه الصناعة المبتكرة الرضيعة حتى الآن. فأرجو أن تكون جلسات هذا المؤتمر
توفي بهذا الغرض وتنظر في إيجابيات هذه الصناعة وسلبياتها. ولا أريد أن أطيل، ولكني أريد أن أركز على نقطة واحدة فقط، وهي أن المؤسسات المالية الإسلامية حتى الآن قد عاشت ولا تزال في ظروف صعبة ضيقة، فإنها ابتدأت في ظروف لا تساندها قوانين ولا تساندها ضوابط ولا تساندها هيئات الرقابة والإشراف للعمليات المالية الإسلامية، فإنها عاشت في هذه الظروف الضيقة. ولكن نشكر الله سبحانه وتعالى أن هناك اتجاها قويا من الحكومات ومن الجهات الإشرافية أن تساعدهم، وهذه المساعدة تأتي إن شاء الله تدريجيا. ولكن حتى الآن هناك قوانين وهناك ضوابط وهناك الجهات الإشرافية الرقابية، فإنها لا تفي بمقتضيات هذه الصناعة الإسلامية الكريمة. ولذا فإني أقترح، فإن هذا الجمع الكريم يشمل كثيرا من المسؤولين الكبار للحكومات والجهات الإشرافية، فإني أقترح أن يكون للمؤسسات المالية الإسلامية قوانين تخصها وضوابط تخصها، وما لم تكن هذه القوانين تساند الصناعة المالية الإسلامية فإنها لا تنجح بصورة واضحة ولا يمكن أن تسير على المسيرة التي يأمل منها كل مسلم ومؤمن. فأقترح أن تشكل هناك لجنة أو هيئة تشتمل على علماء وفقهاء ورجال القانون ورجال هيئات الإشراف لتنظر في القوانين السائدة اليوم والقوانين التي ربما تعرقل في مسيرة صناعة المالية الإسلامية. فأرجو أن يكون هذا الاقتراح موضع قبول وعناية من الأصحاب المعنيين، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا للفرار عن بلوى الربا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن يكون هذا المؤتمر خطوة رائدة في هذا الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.